قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية الأردنية محمد بطانيا أو بطاينة أن بلاده تأمل في أن تشكل المرحلة المقبلة مرحلة شراكة أفضل بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم الأمريكيين للإسهام في إعادة إعمار دول المنطقة. حديث المسؤول الأردني جاء بمناسبة زيارة وفد اقتصادي أردني للعاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه بالمسؤولين الأمريكيين لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين خاصة في ظل الاستقرار الذي يشهده الأردن مقارنة بدول الجوار، وهو ما يوفر مناخا استثماريا ملائما لرجال الأعمال الأمريكيين في عمان. موافقة جدا، كان لها صدى كبير. اليوم الأردن بيمتاز الحقيقة في أنه البلد الآمن الوحيد مع الأسف في الجوار، وكان وينظر له مش بس كسوق أردني وإنما كمركز اللي يتعاملوا منه مع بقية الدول المجاورة. فمهما صار بالنتيجة منطقتنا بحاجة إلى إعادة إعمار، وهذا بتحكي على مئات من المليارات من الدولارات، وفي اهتمام للشركات الأمريكية الكبيرة تأسس شراكات مع الأردنيين حتى تخدم هاي المنطقة الكبيرة مستفيدة من الأمن والأمان الموجودة في الأردن والاقتصاد المفتوح.